لا ما قد تعرضت. شوفوا أول زمان إيه تعرضت للسرقة من الخدم، في كان عندنا خدامة عيارة، شو تسوي؟ أنا أقولك مثلا أنا عندي طقم ذهب أو ألماس، شو تسوي؟ مو غبية تبوقه كله، لأنه راح تدور عليه أنت، تروح شو تسوي؟ تبوق مثلا التركية مالت هالطقم، تبوق شنو وحدة، ما تبوق الثنتين وحدة، عشان انت تعتقد انه ضاع. اوكي، فتبتدي تهمله، ما تلبسه مرة ثانية، تهمله، بعدين شوي شوي تلاقي الثانية ضاعت، يبقى القلب بعدها تضيع، او مره او العكس، تاخذ القلب بعدين يبقى بس التراشي. هي شنو عندها؟ هي عندها انا اخذ اي شيء في الاخر، واحده مثل اثنين راح تنباع، راح ينباع يعني لما تبوقه، راح تبوقه بال، راح تبيع بالجرام، ينباع، ما دخل عند البياع هذا تركية واحدة، ولا حتقول لك والله كان عندي تركية واحدة ضاعت وانا ابيع هذه عادي. فهي تسوون كذي، صارت معاي، صارت مع أمي الله يرحمها. أنا طحت عليها، شكيت، خلاص شكيت إن هذه هي، يعني أوكي البيت كله يعني تكفون البيت، أنا أمي وأبوي والخدامة، من اللي جايبوك؟ يعني امي مثلا ضايقتني ولا ابوي؟ طبيعي خدام. كنت اطوف، لما جيت في يوم قلت لها قدام امي، قلت لها شوفي هذا، قلت لها شوفي تركيه ضاعت او انقصت من الطقم، تدرين الاقي تركيه ثانيه، الثانيه بعد فتره تنباق ولا مو موجوده، ولا الاقي نفس الحركة على طقم ثاني؟ بتشوفين شو اسوي فيك. من بعدها ما قام يضيع شيء في البيت نهائيا، ما قام شيء يضيع في البيت نهائيا. فصارت لي مع الخدم، ايه الخدم ترى في منهم عيارة، يعني الحمير ترى اللي يبوق مثلا الطقم كامل والقطعة كاملة، لا يشتغلون عليكم.